الدوافع بقى لكل طب الفرق. قول الو بقى يا كابتن. الو انت بس تدعك الفانوس، ادعك الترابيزه كده يطلع لك عاطف نصحي على طول. عاطف نصحي كابتن، عاطف نصحي حارس مرمى المنصوره والمتسبب او الرئيسي او السبب الرئيسي في صعود المنصوره للدور ال16 على حساب الداخليه في مفاجاه من المفاجآت الكاس الاولى لحد دلوقتي. كابتن عاطف مساء الفل، وبحييك على ادائك والف مبروك، وتحيات الكباتن كابتن عادل وكابتن حماده وكابتن اسامه. مساء الجمال يا كابتن سيد على حضرتك وعلى الكباتن المصري الكباتن الكبار. ايه حكايتك مع ضربات الجزاء؟ يعني ما شاء الله، يعني اعتقد ان اعتقد من النوادر على المستوى العالمي، مش المستوى المحلي كمان، المستوى العالمي، ان في دورين يعني ورا بعض على طول، سواء كانت مع نابورو او مع الداخليه، تصد 8 من 9. يعني بتتمرن عليها، يعني متميز من وانت صغير، يعني قول لي، احكي لي كده يا عاطف. حاضر يا كابتن، ده من فضل من ربنا يا كابتن سيد والله. اولا بس بحمد ربنا عز وجل ان ربنا وفقنا وكل تعبنا ومجهودنا ان احنا صعدنا من دور 32 لدور 16. ده مجهود ودعم جهاز فني ومجلس اداره واللعيبه. واولا ده مش كاس مصر بس يا كابتن سيد، انا برده في الدوري خدت ضربتين جزاء برده الحمد لله. لا ده انت متسبب بقى كده طبوط. ده اللي هيتعاقد معاك اتعاقد على ضربات الجزاء، البنالتي ب 20 جنيه. لا يا كابتن مش ضربات جزاء بس، الحمد لله احنا برده في الدوري لاعبين 6 ماتشات والحمد لله داخل فينا هدفين بس. اقل خط دفاع في الدوري الحمد لله. الحمد لله. عاطف انت على طول من يعني في المنصوره ولا منتقل من نادي للمنصوره؟ لا انا منتقل من نادي المنيا يا كابتن سيد. المنيا. من المنيا؟ نادي المنيا. ماشي يا عاطف، سبت المنيا يا عاطف. ماشي يا عاطف. لا كان عادي خلص والله. عادي خلص وما عرفوش يجددوا معاك. لا انا كابتن ياسر كان كلمني فقلت له هتتشرف نلعب مع حضرتك يا كابتن ياسر، فوالله ما حصلش نصيب مع نادي المنيا يعني. طب عاطف انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. طب ماشي ماشي عاطف، عارف لو حاجه ثانيه كنت قطعت عنك الخط يا عاطف خالص. الو 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 عاطف، عندكم ترتيبكم كام في الجدول؟ احنا الاول يا كابتن سيد. الاول. يعني كل الامنيات الطيبه ليك يا عاطف، وان شاء الرحمن انت حاجه كويسه جدا بغض النظر عن ضربات الجزاء. كمان في اثناء الجيم كنت عامل حاجه حلوه قوي، الكباتن كمان بيشيدوا بان انت كمان واحد من الناس اللي بتوجه اللعيبه بشكل كويس، مدي هدوء لخط دفاعك، فبحييك مره ثانيه يا عاطف وربنا يوفقك باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن سيد، متشكرين يا كابتن سيد. متشكر جدا، واللي جاي صعب خلي بالك، انتوا عندكم امبي. عندنا امبي يلا ان شاء الله. ان شاء الله نحقق مفاجاه ان شاء الله ونكمل ان شاء الله، وبعدين ما كانتش مفاجاه امبارح مع الداخليه يعني. ماشي يا عم عاطف، ماشي يا عم عاطف. بيات المرور بقى. توفيق من ربنا يا كابتن سيد والله الحمد لله. بالتوفيق، سلامي كل المنصوره ولاهلك يا عاطف، شكرا جزيلا لك. ربنا يخليك يا كابتن سيد، ماشي يا كابتن سيد. شكرا جزيلا. ماشي يا كابتن. اقفل الموضوع ده يا كابتن اسامه، كابتن